المكينه هذه اللي خرج الكارت. اسمي حاتم قرمازي، عمري 38 سنه، المهنه الاصليه بتاعي ميكانيكي وعصام التكوين في صنع الاسلحه المتفجرات. وقت وصلت 18 سنه مشيت نصيد مع جماعه في الحرس، وقت اللي ضرب هو طلقه الاولى طاحت الكرتوش، عرفت شنو هو الحكايه بحكم اللي انا هوايتي الصيد. ما عنديش قدره غادي كاينه باش نشري مع تسلاح ولا باش نخالف القانون، مشيت صنع بندقيه تصيد واحد عيار 14 سنه 93. والله اول حاجه حبيت نصنعها انا، وحبيت نثبت للشعب التونسي اللي ثم مواطن تونسي قادر باش يصنع سلاح، حبيت نصنع صاروخ. صاروخ ارض ارض، معناتها من الارض يضرب في الارض، يستهدف حاجه في الارض. حبيت نصنع القذيفه هذيك على اساس باش نبرهن للشعب التونسي اللي المواطن حاتم القرمازي قادر باش يصنع مع سلاح في كل حاجه. بالنسبه لتصنيع القذائف طويله المدى وقصيره المدى او اي حاجه معناتها تتبع المتفجرات بصفه عامه هي اسمها البارود. اكتشفت معناتها التصنيع نتاعو وعملت عينه صغيره منها وجربتها ونجحت، وحد الان حاتم القرمازي كيما تعرفي قادر باش يصنع 100 كيلو معناتها للدوله التونسيه اللي هي معناتها تستورد ديما من فرنسا واسبانيا. هذا البارود. وعندك هذا برونزاج. البرونزاج هذا معناتها سائل معناتها يصبغ السلاح. اللوبة ماذا في صورة ما معناتها ثم ماتريكيل ما يبانش في السلاح. وعندك هذا معناتها مرود للتنظيف. وعندك البودر تي، البودر تي حتى هو معناتها نوع معناتها يخوف ياسر، هذا يخوف مش كيما معناتها مش كيما البارود الأسود. هذا البودر تي ريت كيفيش. كروس هذا معناتها بتاع بندقية صيد، تحصلنا للهيكل نتاعو مازال معناتها الفينيسيون والحفير نتاعو كيما كريت. الغيمة الأرضية هذه عندها ديزاباري معناتها تجي من البر، اذا كان جات ليزاباري هذوما موجودين عند معناتها الجيش التونسي ولا الحرس الوطني معناتها ينجموا يتحصلوا عليها من البعيد من غير ما يفيقوا بها، من غير ما يخلوها معناتها ما يتجاوزوهاش. اي لغم يلقوه لابد باش تحصلوا عليه يخرجوه. فهمتني؟ انا نكذب عليك اذا كان باش نقول لك ثم امكانيات لنا عندنا في تونس ولا حاجه معناتها نجموا نصنعوها باش نعرفوا للغام ولا طلع شنو. ما نكذبش عليك اختي، اي لغم ارضي موجود في اي دوله عربيه سوى والا اوروبيه يستعمل اللغم هذا معناتها عند الضغط ورفع الساك غادي معناتها تصير عمليه الانفجار، يستهدف يولي الانفجار يستهدف الهدف المطلوب. بالنسبه لي انا عندي بلون تاع لغم، ان فوا تصنع اللغم هذا باش تحطه باش يتحط وباش ينزل عليه انسان ماهوش باش يستنى باش يرفع الساك وخلاص راه باش يديماري من الكونتاكت من الضربه الاولى. هذا اخطر ماده متفجره على وجه الارض، هذا يصنع منه البارود، يصنع منه المتفجرات، يصنع منه كل شيء. نعم.